السلام عليكم ورحمة الله. اختينا عدل هذا لايف عجلان قاع راهي نشتغل وقاعد في الشغلة وعجلان لين عدلوه بالعجلة. السابق السابق ولين صنتوا شوي من الهوب سابق ايه سابق يحرم عينة مولي الهول ذرك يعطيني حد إشارة عنكم سامعيني والله بعض سامعين ذا الهول Thank you for watching يا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعطيني رقاجي الشارع عنه مسموع يا وزين راني شفته. نختار نعدل هذا لايف ومولانا يعلم عني قاع واحد عندي ياسر من شغلة نعدل الشغلة ضرك ونختار هذا النداء للشعب الموريتاني الحر الشباب الموريتاني الأحرار السياسيين الموريتانيين الأحرار الممثلين الشعب الموريتاني سواء كانوا ميرات سواء قولي كانوا دبيتات ذوك الأحرار منهم اليوم هذا 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 اللايف الحكم اللي لكم انتم اليوم خلعنا وعالمين بها كاملي والله الأكثرية منكم إذا حاسة بخالق طفل قالوا حمادة والعبيد الله طفل موريتاني كرت الدول الموريتانية يامس وأنا رأيي شدت فيه شوي من الأخبار آخر ما كانت عندي الأخبار التامة واليوم رأيت الأخبار التامة هذا الراجل اتهم الرئيس الجمهورية ورقع ما اتهم هو قال عن الرئيس الجمهورية بصقعته أنا ذا بصقعتي ولا قال حد عني بصقعتي ما كذب أنا بصقعتي وراعيها ولا صدر لي حد رقاش وقال عني بصقعتي ما شي عادي رقال حق هذا الطفل متحرر وباقي فيه ذا اللي واقع لدولته كيفتنا كاملين باقي فينا ذا الواقع الموريتاني كرتوا الدولة الموريتانية وبرحته له وكردوه شار بوليس وحقه معاه وطلب منه كوميسار بوليس من واذيبو على انه يسحب ذا اللي قال ووفوا القضية قالوا عنه ما ساحبه بات معاهم وظلني عاد اليوم ومشى شارة بروكيرر دي لا ريبوبليك وكيل الجمهورية الإسلامية الموريتانية في نواذيبو يعني دخل عليه قعدوا وقرالوا في ماتيا قانون هذا القانون اللي قرأ عليه هو ما تعاد قانون هو هلا مزارق يقول مشروع قانون والمشروع قانون وقانون ما هم واحد القانون ذوك هو يقول وطبق والله يقول وثبت عليه وفق ومشروع لا حد انه مد طارحه يقول لي مشروع وتناقش فيه
وما حد انه مشروع ذاك القانون ما يقدر يطبق بيلي وما تقول يطبق ما توافق عليه. قاموا هدوا بقراية هذا قولي القانون عنه قد يمشي من سنتين الى 5 سنوات في الحبس، ومعاها قولي معاها غرامة قولي مادية. هذا تهدد وابي دو بوفوار. معاهدة الدول الموريتانية كانت سكت الادمية. شو هما سكتوا المعارضة اليوم، مات اللي يتكلم لكم معارض، سكتوهم بالفضل، سكتوا الصحافة هذيك الساعة راكم انتم ما نسيتوها، زمن محمد عبد العزيز يكرتوا، سكتوا الناس اللي كانت تقول تتكلم في فيسبوك، اللي كان مدونين كاملين اللي تكلموا في موريتانيا. مع ما خالق رقاج ما سكتوا، وسكتوا الشعب الموريتاني وجوعوا وعطشوا وعبدوا. إلين حاز عليها طفل يا مسيت معنا عنه اليوم، خاش على بروكيرو دو لا ريبوبليك وقال له عنه، على انه يوقع لهم على تاغط، والتاغط اللي يوقع عليها فيها كاتبين له فيها عنه مات اللي قد يعدى اللايف في فيسبوك، ورفض الطفل قال عنه اذا ما هم عدلوا، ورافض ورافض ورافض. من عند البروكيرو دو لا ريبوبليك مشاو شار حاكم التحقيق، حاكم التحقيق فوت معاه 5 سوايع قاعد قافلين عليهم بيت، هما الاثنين راهم مشى هذا الطفل شار للبروكيرو دو لا ريبوبليك، وشار قولي محاكم التحقيق مشى ما عنده محامي، بلا محامي، وكانت اللي تعادل بيها مات اياها قولي لعبه يلتعب بيه، قالوا قولي تماشي. الطفل امتنع، ممتنع ابدا عنه، ما هو لا يعتذر عنه. هي قد يعود قال في كلامه ذاك، قال شي من الكلام ما هو صالح يا قارن مولي، ما هو متراجع عنه ولا يقدر يتراجع عنه به اللي قاله، راجع لك اكبر منه. مع كل احترام قال وارد عند الموريتانيين كاملين اللي هو قولي مسعود بالخير، محترمه راجل محترم، انا نبقيه وقارع لي ونقدره وعاطيه قولي مكانته. قال اللي هو مسعود بالخير قال عن الرئيس قاع الجمهوري عنه نعجب، ها الراجل لا قاع عن الرئيس بصقعته، بصقع حتى انا بصقع، ولا قال لي حد انت بصقع والله ابو فراري، هذا شيء عادي عندي. والقانون الموريتاني اللي ما فات عاد قولي عاد هذا انديلي، ما فات عاد قولي مساله محرمه، والله مساله ما قد تنقال. هذا قالوا لهم قاع عنه هو رافضها كومبليتمون وما بيوقع وما بيعدل شيء سوى شنو. قاموا وقالوا عنه يمرق عنه، خاش على ريسبسيون فيها قولي سكرتيرة القاضي هذا. مع خروجه بدا عنه تماس هو وواحد من الشرطة للناكب، وخلق كلام في ماتيا، وقالوا صاحب الشرطة قالوا سرتك دناك ترقان. هذا ما هو قاع خلق، وهذا ما هو كلام ينقال لرقاش مواطن موريتاني، فهمتوا؟ خرجت في ماتيا صك. المهم عن الطفل انكرد اليوم وزرق في الحبس، ذا هو الليلة مزروق في الحبس. أسبابه شنو؟ أعلن الرئيس الجمهورية بصقعته، وأنا الكبير والمحمد والله حمد القرون قال عن الرئيس الجمهورية عنه بصقعته، ولأنه بخنافر، ولأنه بعينيه، ولأنه بسنين، ولأنه رازي كارطها مكروطة ما فهمت يا زقبة، ولأنه بكرعيه وبيديه وبكرشه وبوراكه وبكل شيء. هذا ما ينكرد عليه أي قانون، هذا ما ينكرد عليه أي قانون، لا خارج فماتي أي قانون موريتاني إلى اليوم خالق ينكرد عن الرئيس الجمهورية إلى اسمه رجاج ينزل بالحبس. هذا اللي انا نفسر لكم انتم، الشعب الموريتاني عنكم نهار عقب نهار الدولة ماشية تتراجع للورا. هذه ديكتاتورية أطم من ديكتاتورية والقزواني، عفوا من ديكتاتورية، هاي ديكتاتورية والقزواني أطم من ديكتاتورية معاوية والاستحمل الطائر، اللي ما كان قدر قاعد يتكلم، كانوا في ماتي أحزاب يعارض وياخذوا الشارع ويعد المظاهرات. اليوم مات له خالق حزب قد يعد المظاهرات، ولا تلعى خالق ولمنظمة قد تمرد على المظاهرات، حتى قاع اجتماع محرم عليهم. هذا لا ماشيين نتراجع. هذا القانون اللي انتم الشعب الموريتاني، انتم يا الشباب الموريتاني، انا اتكلم عن الشباب الموريتاني الاحرار. الشباب الموريتاني الاحرار. وانتم يا القيادة الموريتانية الاحرار اللي مازالوا ما تاقريلين. وانتم يا النواب عن الشعب الموريتاني الاحرار.
راني ضامن لكم معاكم لين تقبلوا هذا القانون، والله مشروع القانون الله يقدم للبرلمان يوم 8 والله يوم 6، راكم بعتوا الشباب الموريتاني وبعتوا الموريتانيين. ما خالك شي عطام إذا كانت هاي الدولة وتقولنا عنها دولة قانون، ويوقف لنا وزير المتكلم باسم الدولة ويرقب لنا قاشوش ويقول لنا موريتان دولة قانون، وين هو القانون؟ القانون هذا طفل هنوادي بولي عدل معه يقول لي أمر شيء تحت ياك ما تقدر تتكلم. هذا نفس الشيء وعدل المرأة ثانية اللي أنتم مذكرينها، خالقة مرأة في نوادي بوذو نهارات زمن كورونا قالت عن قاص في رقم في الطب، وعدت بها فوكادني عاد نفس الليلة جاتها بوليس في دارها يدقدقوا عليها دارها يكسروا عليها الدار ويخرسوا كان هي مريضة ولا ما ينين جابروها مريضة عاد يبحثوا عنها يقول انت من الناس اللي متضامنة مع ولد عبد العزيز، تلاوي سكتوها عنها تسكتهم مع هذا ما ينقال وكذا وكذا وكذا. ذا هو اللي يعدلوا لكم يا مسالم مولانا. الصبح مات لموريتاني قد يحل فمه ما نزرق في الحبس، وراني متضامن مع هذا الطفل، هذا الطفل اللي ينقال له حماده والعبيد الله متضامن معاه مليار في المية، ونين يتراجع لي عن ذا اللي قال يصبح عندي بلا قيمة. وانا شخصيا الكبير معارض هذا الـ هذا الـ هذا المشروع اللي يقول لي القانون اللي يعدل وضعك، اني نموت ما عنهم الى لين نموت ان شاء الله، وهذا القانون انا ضده 100% ابدا. ليش على راسه بي الى قبلت هذا القانون قبلت عني عاطي رقبتي معني ما تقدر نتكلم الناس وسكتت ما تدرقاش قد يحل فمه. شوفوا يا الموريتانيين وجوعتوا، شوفوا يا الموريتانيين وعطشتوا، شوفوا يا الموريتانيين ايام سنين نتكلم احد من النوادي يقول الحمد لله اليوم عندنا يقول الضوء وعندنا كوران، عاد فخره عندهم الى جاء نهار واحد الضوء والله كوران. شوفوا طب كوبا اللي في النوادي بونقفل قافط الدولة الموريتانية مقفور مسؤولين فيه المليارات على المليارات ونفلتكم انتم الشعب الموريتاني. شوفوا فضيحة الى عاد هي دولة هامة تعدل شي صالح وشارفة على الدولة وتعدل شي للدول المواطن الموريتانيين، ما تعود سفارتنا ذيك هي يقول لي في انغولا معدل في هذاك المعدل، ما يعود قرار ممشي رسالة ممشي على الرئيس لا يامس والله والنامس ما يتكلم عن والنامسين واليوم قاعد سميته ما يعود رسالة جاية تهنية رسالة من رئيس إلى رئيس معدل رئيس الجمهورية واخذ على رئاسة موريتان وتوخذ على وزارة الخارجية ومن الوزارة الخارجية إلى يقول لي هذا البيتيك اللي عندهم في ماتيا يقول لي ما نعرف اسمه أجانس موريتان يقول لي انفورماسيون يواخذوا ماتيا مسألة ذاك يا خاسرة مهني رئيس ما هو رئيس قاعد ولا ماتيا رئيس وصف رئيس أسبع واسم رئيس أسبع هذا كان هذا دوسي خام للعالم كامل ما في حط راح باله مازالوا رقود يقرا القوانين والبط والمحقرانية اللي عدلوا عليكم انتم يا الشعب الموريتاني. اليوم في نواذيبو مدة متضايقة قدام كوميسارياء على ملتي وكيلو شراب ما عندهم شيء ياكلوه لا عندهم شيء يشربوه متضايقة في ماتيا مدة. وانا شخصيا تكلمت مع هذه المرة تكلمت معاها اللي جاتها السلطات الموريتانيه في دارها يكسروا عليها دارها يختاروا خرصوا كان قابضها كورونا ولا ما قابضها، جبروا المراه مريضه اللي تموت وتلاقي يبحثوا عنها ويسولوا انت ياك ماك ناصره ولا عبد العزيز واخبار ولا عبد العزيز اخبار ولا عبد العزيز ولا عبد العزيز ما هو اللي حاز الى غاز وقفلوا ولا عبد العزيز ما هو اللي جاب لنا كورونا ولا اللي مدافع عنه ولا عبد العزيز. هذه هي اللعبة المعدلة معدلة هذه الحكومة الموريتانية. عاد نتكلم الرقاش ينقال هذا لا مناصر ولا عبد العزيز، أنا ما أنا مناصرين ولا عبد العزيز ولا أنا مناصرين ولا القزواني، مناصر أنا بعد شخصيا مناصر الشعب الموريتاني ومناصر دولة موريتان ونبقي موريتان، واللي ما يبقي موريتان أنا ما نبقيه، والقزواني ما يبقي موريتان والناس اللي معاه ما يبقوا موريتان، ماشيين يحطموا موريتان نهار عقب نهار بالفضاحه وبالسرقه وبالكذب، ورانا مازلنا مطالب ضرك ولين تم دائما مطالب بها على ان هذا الملف اللي قاله احمد ول هارون ول الشخص دي عنده ينبث للموريتانيين.
لا يسكت هو والله تسكت قبيلته، اللي راز واحد يدخلوا فيها القبيله على ظهور الشعب الموريتاني، اذا ما لين نقبلوه. وقد قلت لك يا القزواني عنك نهارك رابط عائلك ماشي من فم، لا عدوا لك الطمن اللي عدلوا القزواني والعبد العزيز. بين الناس اللي حلاك شم الخونه كاملين شم السراك كاملين، وكانوا موريتان فر اولادهم راعي يستدروا هنا تاكلوا في اوروبا بالمليارات على المليارات من فلط الشعب الموريتاني. المهم هذا كامل عني متضامن مع هذا الراجل، مع هذا الطفل اللي ما قد تكلمت معاه ولا نعرفه، متضامن معاه 100%. وبالمناسبه مولي راهو دار اهله الليله مزقنا عليها بوليس، شم الكهلات ضعاف يكوشاو ولا قدرة لهم، جاي نمشي من البوليس مزقنين بهم. الموش بزقنوا عليهم بوليس، الطفل ما هو سارق، الطفل ما هو راضع، الطفل ما سرق اموال الشعب الموريتاني، ولا هو قال تفولا قال ري، قال عن والعبد والقزواني بصقعته، والقزواني بصقعتك كيف انا بقول بصقعتي. يبونتو هذا من تخوف الهامكم للشعب الموريتاني ما نقدر نقبلوه. كافي من العبودية اللي عدلتهم والاستعمار اللي عدلتوا لهم، نيعتوا تجوعوهم وتعطشوهم وتجهلوهم وتظلموهم، ساكنين في الظلمات، الماء ما هو خالق والشغلة ما هو خالق. سابق ترصوا على طفل خرصوا قاع كانوا يشتقل، خرصوا هذا طفل فاش واحد، هذا الطفل هو مثال ما يوفاو في موريتان، بلا شغلة وبلا شيء يسوى هو شنو، وحايزين عليهم شي من الرجال وشي من العلايات واكلين فالت الشعب الموريتاني. قد قلت لكم مره فايته في لايف، انا مالي نقول كلمه ما هو كلمه، مولي عارف الهشي 100%، وسولت عنها وقبلت الاخبار وقبلت وعندي ماده تنصحني، مع اني مالي ندير راسي في مساله خاسره راجع عليا. قد قلت لكم مره فايته عن لاس بالماس دي اللي حذيكم اللي حذاكم قريبه منكم من وادي بو 45 دقيقه، لاس بالماس دي اللي حداكم انشرات فيها عام الاول 35 دار، 35 دار شارينها الموريتانيين. هاي فالتا منين جايه؟ اللي كذبني يقبل التليفون ويترمى على حد كامل ساكن لاس بالماس ويسول له يقول هالو راني ماني حاسب لكم الجار نسراو المغرب، ماني حاسب لكم الجار نسراو في تونس، ولا اني حاسب لكم الجار اللي نشراو في تركيا فرنسا، ماني حاسب لكم، ما نعرف عددهم كم. قال خالقين وقال لي عنهم خالقات، قال هذه 35 دار مشريه فالت الشعب الموريتاني. قلت لكم سابق تكلم احمد والهارون للشخص ديا، وهاي الفضه فالته منين جاي ولا واخذ على البنك، ما ثم ان سنتيم واخذ على البنك، هاي فالته منين جايه؟ هذه جاية من فلتكم انتوما الموريتانيين الضعاف الاجياع اللي ما عندكم، قولي ما عندكم شيء يسوى شنو. سابق ترصفون على هذا القانون، والله مشروع القانون ودارين فيها جهتكم انتوما الموريتانيين والسياسيين وكذا وكذا، ديروا جهتكم في كيلو الشراب يا مسالم مولانا، يا رئيس الجمهورية، يا رئيس الوزراء، يا الوزراء، يا الحكام، يا القضاة، ديروا جهدكم في شي وكل الشعب الموريتاني، ديروا جهدكم في شي لا يقري أولاد موريتان وبنات الموريتانيات، ديروا جهدكم في الطب، في الدواء، يامس يامس هذه الدنيا، يامس الدنيا في كيفه، مكرودين مادة فما تبيعوش من الدواء الخامر، الدواء خامر. مكرودين وتفخرين فيما تعين الوالي وجا وزرقوا عليه عود مع علي ما توجد ذقب. احنا ما ندروا الى زرقتوا عليه عود مع علي ما تكردوا الناس اللي جابتوا عاقبوها وزرقوها في الاحباس بي اللي هذا ماشيين اللي يقتلوا الشعب الموريتاني بشي من السم اللي خامر، بشي من الدول اللي خامر. هذا هو اللي ندوركم ومتوقعين منكم انتم يا السلطات الموريتانيه ديروا فيها جهدكم. لا ديروا جهدكم في ذي الشير والله شيباني والله مره قاعد على فيسبوك يتكلم، انا قاعد اتكلم معكم خرصوا في خرصوني 220 رقاش واكثريتهم في الخارج. ونقدر احلف عن والدتي قاعد راكتي هذا قاعد فيسبوك ما ترى قاعد يقول لي معناه شنو، ولا تراعي فيا ولا يراعي فيا الشعب الموريتاني.
ما عنو ذا اللي يقول قاع هو قاع ما هو مهم، وذا اللي نقول انا اطمن وشح ما هو مهم. ديروا جيتكم في شي لا يرجع لهاي الدولة الموريتانية. من درا كان هذا الامباسادور اللي في انغولا كانوا قبض مزرق، كانوا عاقب. هي القضية ما عنو ماكراو، هي القضية عنها الدولة الموريتانية. مرقى ان بيجي لخلاص هذه الدار، حاز عليه لو كونتابل وكالو، بدل اني خلصوا المرأة مليون اللي عاد تقولي موريتان، عاد هما يكرون عند الدار المرأة ب 500,000، ذيك 500 اخرى دارينها هما بيقولوا يقولي في البناهم، وتعاقبوا عليهم شواحد وقرض فيهم. راعي القضية، قضية راعيها. ما تقوم الدولة الموريتانية، ما يقوم وزير الخارجية ويعيط ذاك الوقت الوزير السفير وينقزوا، ما هو تنقازوا احنا ما ندرو، قال نحاز عليه ويعاقب. قال ما يقدروا يعاقبوا باللي هما عدلوا نفس الشيء معاه، سارقين معاه. هذه هي المشكلة. من درا كان اليوم هذا اللي نتكلموا فيه كان الضوء والماء وانترنت والوكيل الصالح والوكيل والدواء الصالح كانوا اليوم في الركيز، ما عادل شيء. أطم اليوم ذا اللي واقع في الركيز اليوم أطم قاع من يامس والنامس، حازوا على ولات وكوميسيرات فما تياشوا الدولة عنها، يقول لي ما عادل شيء، طبون توعدين اسمه، حازوا عليهم وقلعوهم. مازال تفهم المشكلة؟ ما زال تفهم؟ أنا بهلي في موريتانيا ونتكلم معاهم كل نهار، من نواذيبو إلى كيفة إلى إلى عين بنتيلي، نتكلم مع الناس كاملة ونقبض الأخبار اللي تطراح، ماني عجلان. يامس قبيل العصر نتكلم على رقاج نواذيبو، الحمد لله اليوم عندنا كرة، هادو يتفخروا بها. اليوم عندنا الضوء، اليوم عندنا الماء. المدة تعيش في القرن 21، معكم ديروا جهتكم ولا تهموا لا اللي تكلم قال هذا معه القزواني، والله هذا معه العبد العزيز. يباتي موريتانيا خير من القزواني وخير من العبد العزيز، وموريتانيا باقي لكم انتم يا الشباب، باقي لكم انتم يا الشباب. إذا قبلتوا هذا القانون راكم قبلتوا، راكم تصبحوا شي من العبيد، انتم معبدين دارك. يا قال ليت ندار عليكم كدية، كل واحد منكم يعود عبد وما قد راقبتوا عليه كدية. بكرينيت لما مات واحد يحل فمه لين سرق ذا قاعد قبه وقلوا المسروق، لين ذا اللي عندكم كامل سرق قار مات لقيت حد يحلهم، لين يحل رجال يجي الحبس. هذا نفس القانون الدستور قولي المغربي. هذا 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 المشروع نتبارك ما قالت فيها، قال مقدسات ابوها وكذا، مقدس ما خارج شيء مقدس. يا غير داروا معها الرئيس الجمهوريه، هذا نفس القانون اللي عند المغرب عن الملك، ما قد حد يسمي امه الملك وعائلته هم اللي ما قد مغربي وصفوا يديروا في فيسبوك، ما قد واحد منهم يجوق فيه. هذا هو المجرع عنك انت، انا مقدس كاله، وعمر بن الخطاب والمثل قاع يقول لي انا راه قاع سمح لي يقول لي جا في راسي، ولا نقدر نمثل الرئيس الجمهوريه قاع بامام قاع في نواكشوط، قال لي يمثل يقول عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يخرجوا عليه الرجاله كيفته ويعيبوه ويخرطوه على العظم ويسولوه عن اموالهم. ما تسول انت، جيت لا يامس، جيت لا يامس والصبح مارق، الصبح ماشي عندي الدولة وضامن لك أنا من عند مولانا بإذن الله درجة يشوف ماتا رجالة ويشوف ماتا عليات يبقوا بموريتان ويدور يحوزوا لك ويكركروك، صار يكركروك بالقوانين الصالحين، ما هو بالكلب، ما هو بتسكات أرواقيش تسكات ولي الصحافة اللي اليوم ما تلقد واحد من يحبهم. مكريين كانوا راعيهم اللي شوفوا يا الموريتانيين، راعيكم صحافتكم اللي عندكم فم، راعيهم اللي يسوق الاخضر كلهم. الا تقول لي الدار يبنيها، عفوا دار يكريها ولا ابارتمان يكري، دافعين واعدين غلاسكو سابق طيرونا شهر غلاسكو اللي يقول فيها يقول لي اجتماع اقبونا ذا اللي عندكم فما اكتبوه واقراوه وقولوه وتكلموا فيه، ماده كامله ذاك هي ممقوطه بالفضه، مشريين بالفضه وسكتوا كاملين. ثم لا خرسوا لي وقتها سنتين، لو سنتين ما قد خاض نهار ما هذا هو انا ارتكلات على ولد عبد العزيز، ما غادنا في شيء زينين عندنا. هذا هو شق الصحافي الموريتاني،
المعارضة كل نهار كل شمس نهار فيها مظاهرة، ويهربوا شور يقول السيفرات اللي عندكم فيما تعيشكم الدولة الموريتانية. هذا زين عندنا، هذا هو دورك. ساعة اللي جاوا القزواني ما قط خرص ولا واحدة ما قطوا خرص لا واحدة. قدكم ترخيص يقولي مظاهرة ما قط خلق ادوني منها خجتو كجتا جلو ذو نهارات لا يعدلوا مظاهرات أبا عنهم. قالوا لين عدلوا قاع لا اجتماع في دار الشباب بنتنا عليهم. هي في حزب، هي دبيتها، هذه عينة من الاستعمار لا يعد لكم انتم موريتانيين. وانا كموريتاني كيفتكم، راني مرافض ورافض ولاهي نرفض ولاهي يجعوا لي يرفضوني 4 شهور الاخبار هذا القانون اللي عرفته. وراني طالب هذا نداء للشعب الموريتاني الاحرار، للشباب الاحرار، عودوا عارفين عن هاي موريتانيا لكم انتم الصبح، احنا مارقينها بالعجله باذن الله، لين مرقوها عنكم بالعجله. وللاسف ما بنينا هالكم، لين نقول لكم لا الحل، للاسف نحن ما بنينا دولة موريتانيا. الوسانة ما نبنوها بدون المسائل اللي نقول لكم بها، اللي هاو الكول اللي كانوا علينا قابضونا برقابينا بشي قالوا القبلية والجهوية والعنصرية. اليوم موريتانيا لكم انتم يا شباب، موريتانيا اللي يبنيها انتم، ولا تقبلوا هاي القبلية ولا تقبلوا هذه الجهوية ولا تقبلوا ما هو رقاج اللي يبني لكم دولتكم موريتانيا. إذا قبلتوا هذا القانون راكم قبلتوا موريتانيا وزرقتوها في البحر. إذا قبلتوا انتم ذو السياسيين راكم قبلتوا موريتانيا وبعتوها الرئيس اللي تم عبد الشعب الموريتاني. هو نعاد بروكيرير يوقف في بيروه وقاعد يعرض بنادم قانون ما هو خالق، قانون ما هو خالق، ويقول له يمشي من سنتين إلى 5 سنوات من الحبس و و و, و, و ولمان بدل عنهم ذوكما متباركين مع الشعب الموريتاني. إذا كان هذا القانون خالق يسوى، قانون ما هو خالق، هو جايبه بقانون كذب، هو ما تخلق، هو لا مسلم زاد في الكرش ما تقع خلقت. هذا يا الشعب الموريتاني راني ذني دالكم انتم الموريتانيين، خلوا عنكم هذا والقزواني وهذا والعبد العزيز وهذا معاوية وهذا ولداد وهذا. شوفوا والقزواني ما هو خير من مختار ولداد، ما هو خير من معاوية، ما هو خير من محمد خون والهيدر ذوك يقولي يستدر في نواكشو. ضام لكم أنا من عند مولانا عن والقزواني نين نقص ما يقدر يستدر في نواكشو، ما يقدر يتواطى في نواكشو، ولا هو ليك قاعد في نواكشو. عن هاي الدولة راش عاركم انتوما يا الشعب الموريتاني، والدولة لكم انتوما لا يبنيها أولاد موريتان وبنات موريتان، هم اللي يبنوا موريتان. وخلوكم من العنصرية اللي واحد ليكم فيها واحدين، لا يدجلوكم بها، ودجلنا نحن أكبر منكم ولا يدجلوا بها انتوما. هذا من القبيلة الفلانية وهذا من القبيلة الفلانية وهذا من القبيلة الفلانية، هذا افتصلوا معاه، هذا التجمع اللي متباركين معاه وجهودهم كاملين فيه شي قالوا الجالك ناسيونال بلا فايدة، متباركين معاه ضركت إياها ولا هي ناقش ولا هي نقعد وكذا. هذا سياسة معدلة لكم متوظم إياك تنسيكم في حياتكم الشخصية وحياتكم المجتمع. موريتان ما عندها مشاكل، بيضها وكحلها وصغرها وذا كاملين واحد، كلهم يقولي مارق من الاخر. مشكلة موريتان عن ما عندنا رجالة اللي يبنوا موريتان، مشكلة موريتان عن ما عندنا رجالة وعليات كلهم زارق عينه على الفقير وعلى الضعيف، وكلهم يعدل شغلته حق عنده، وكلهم يبقي موريتان ويموت على موريتان ويحيي على موريتان. هذا هو اللي خاصنا، ما عندنا مشاكل في اللقاء. راهي معدلي هنا تيا يقول لي طبل كبر مولان دد 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 دد، يتكلموا بالصينيه الى بقيتوا، تكلموا بالصينيه
واه لي نافيونا تي عندي با كبر مولانا اللي يسهلوا الشعب الموريتاني العربيه والفرنسيه، هذا ان فو ديبا، خاصين رجاله يوقفوا وعلايات يوقفوا ويبقوا موريتانا، واللي ما يبقي موريتانا نصفطوا ونشق الاولاد الموريتانيين ونقريهم ونداويهم ونوكلهم ونشربهم. هذا هو اللي نداروا نحن، ما ندار واحد قاعد على كرسي عادلو سنتين ونص ماشي في السنة الثالثة ما قد خاطب الشعب الموريتاني. هذا هو مارت محقرانيتو لكم انتوما، ما قد خاطب الشعب الموريتاني. يا ويلك يا ويلك يا ويلك يا ويلك يا معاوية والاستحمل الطايب، يقعد لنا في متي ابصاص وركبار ويقعد بعده ويخاطب الشعب الموريتاني، رام جوع ومعطش وكل شيء معدلو، يا قربع خاطب الشعب الموريتاني. الرئيس ما قد تكلم، هذا اللامي اللي برهن لكم، يبرهن لكم انتم كاملين عن ذا الواحلين فيهم ضرك، الا لا يسهوكم انتم، الا شي من اقويرات يشوشو وشوش من تحتكم تصد انتم هكا تقوموا ماشيين. الحش راه وراكم، الربيع راه وراكم، يا قال لا ينسوكم هما فيه، لا ينسوكم فيه ذل هذا السياسة اللي متباركين هما معاها كاملين. انا والله اللي انصدمت، فبالله الذي لا اله الا هو، الا انصدمت الليله اللي تكلمت مع المراه. قالت لي سكتوني سولوني كاني من ناصره ولا عبد العزيز، هي اكره اللي تشوفه لعبد العزيز. مع ان حياه المواطن الموريتاني لعبه عندهم. بنادم ما قد تنفس مسيكينه غاز ما هو خالق وقالت مسيكينه عادوا معدينا لا هاي بها اللي مناصره ولا عبد العزيز مشو خرسوك، هي ما تقد عليه ولا عبد العزيز. وراهي هما اللي زارقة الولقة زوان. هذه لعبة معادلاتكم انتوما الشعب الموريتاني صقينا، غاز ما هو خالق. غاز التنفس هذا ما هو خالق. وقايلكم انا عن الليلة، انتوما قاعد تطرحوا بالكم كلكم يطرح باله ويطرح اذنيه ويصنت. عادلوا شهر ما تلاوش شادين لكم اخبار كورونا فيروس. الليلة ميت راجل في نواكشوط. فيه كورونا فيروس. الليلة. وماتوا واحدين رحمة الله علينا وعليهم. الواحد اللي يكون فيها لا شيء من الكذب، لا شيء من الكذب. اقبضوها مني اليوم يوم الثلاثاء، يوم الخميس لا يمرق لكم، لا يمرق لكم قول لي متكلم باسم الدولة، ولا يفتح لكم قاشوشو وبحشيشتو وكبير، ولا يقنع الشعب الموريتاني، يقنعكم بالكذب، يقنعكم بالكذب. واخذنا له فيديوهاته واخذناهم، مشكلة عن موريتان مع الحمد لله هذا 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 الانترنت مات لحد قد يتعشى اليوم ما هو مرة قلت له مات 100 سنة ولا يقدر يتعشى له 60 سنة ما وخرناه له اليوم وخرناه له يصفق له لعبد العزيز كطططططط يصفق له لعبد العزيز وخذنا واحد ثاني مولي عيا فيها ولعبد العزيز هذو الناس اللي معاكم مع بلا مبادئ كلهم يدور لا لبنته المبادئ هو اللي يوقف عليهم الراجل وتوقف عليهم المرأة ويموت عليها نعود بمبادئي ولاني جاي ندور شي انا ما ندور انا ما مقرر فيا شي سوى شنو تصلح لي موريتان كافيني اخوتي رياجي ليلو سنتين حايز على ولد عبد العزيز ويصفق له بيديه وكرعي ينين ندار قولي وزير اليوم حايز على ولد عبد العزيز تلاقي كرطو مولي عند العظام كيف اللي ما يعرفه لا ماني مدافع عن ولد عبد العزيز ماني مدافع عنه بولاري اللي ندافع عنه طالب الفضل اللي قباه لعبد العزيز اللي متهمته الدوله الموريتانيه اللي عاد حق يردها للشعب الموريتاني ومطالب مالين يعود بويا سرق خمسايه النعناع على الشعب الموريتاني ينقبض وتنقلع منه وترتد الموريتان ويعاقب وينزرق في الحبس بويا هذا ياك جد عليا موريتان تقول جاد عليا وحق عندي ما يعود جاد عليا هذا قريبي وهذا ولا عمي وهذا حامد المولانا ما نعرف كاع القبيله اللي انا منها شنو بعد اني ما عرفتها كاع بالقبائل ما نعرفهم الوزير ما نعرف قولي منين الناس ولا هو مهم عندي ولا نسول عنه ما نسول رقاج هو مقابلته شنو ماذا عني لين وفي لين وفي ذا لايف انا قاعد طولت ما بوزوفات وطالب
للمنتخبين الموريتانيين كاملين. هذا نداء طالب لكم أنا، لأن هذا القانون عارضوه لنا ولا تقبلوه، وعارضوا وانتم الدبيتات الحمل عليكم انتم والمسؤولية عليكم انتم. إذا وافقتوا على مشروع القانون ودعاكم وافقتوا على الشعب الموريتاني أصبح شي من العبيد. الشعب الموريتاني ما تقدر يتكلم، الشعب الموريتاني مع الجوع اللي واقع فيه والعطش اللي واقع فيه مع ذا كامل ينحاز لي وكل واحد ينقبل لسانه وينقطع، ولا يسجلكم في التاريخ، التاريخ ما يرحم، لا يسجلكم التاريخ كانكم زركتوا عليه والله ما زركتوا. طالبين السلطات الموريتانية وأنا الكبير والمحمد ولا حمد القرون فتمشيت إيميلات هنا تياها من هون بريطانيا لمنظمات الإنسانية هون بريطانيا، دار مشي لكم ايميلات، واللي يختار يمشي لهم ايميل يكتب بالعربيه بالفرنسيه بالانجليزيه بالجابونيه بالصينيه بالهالبولارية اللي بقي اللغه اللي بقي هو فيها، يقبض ذا الايميل اللي يمشي لكم وكبو ومشوا لهم الايميل بقضايا موريتان. لما قط عدلتوا يقال عدلتوا الليله، وشاكي في قضية هذا الطفل اللي قال له حمادة والعبيد الله، حرية ما تتخالق، ما تلقاش قد تتكلم، تعبير ما تلقى حد قد يعبر عن راسه بكل رئيس الجمهورية، ما تلقى حد قد يسميك مقدسات، مقدسات ما خارج شيء أقدس من المساجد ينبال فيهم ولو محترمين، ما خارج شيء أقدس من كلام مولانا الزنا هذوك هو فيكم، قولي الشامي عاد في السيدة. الدولة الموريتانية تعرف عن ذوكم بيوت العليات جايكم من الخارج ومن الداخل، كل مجي وتكري بيت فما تياها، لا ذا خاش وذا مارك، ذا خاش وذا مارك، ذا خاش وذا مارك، وفيكم سيدا وكتبوا عنكم النصارى وقالوها نصارى، حتى ان الدولة الموريتانية تحركت شوي وحازوا وقفلوا وكذا وكذا. تروتار هذا مقدس عند مولانا، مقدس عند مولانا عنكم تسرقوا فلط الشعب الموريتاني، فالت الشعب المسلمين، مسلمين فقراء ميتين بهم الجوع. يا مسالم مولاي الى عاد ما فيكم الدم، الى عاد ما فيكم الدم راكم فرختوا، وراه لا يقبلكم مولانا بغضب، الى عاد قاع ما غضب عليكم قاع ورك بحق هذو المسلمين طعاف، بحق هذو الناس اللي ما تروح لهم قولي خمسية النعناع. المهم هذا كامل عني طالب الشباب الموريتاني، ثم يا الشباب الموريتاني راني ما ندوركم تظاهروا وتدقدقوا وتكسروا، لا انا العنف انا ضده، غير ندوركم تمروا لقدام وترفضوا هذا القانون. ما كسرتوا ولا رقاش وت ولا بوتيك ولا حيط ولا شيء سوشن، ولا تكبوا لرقاش موها ولا تزرقوا في حد، غير زين عندي تمروا كاملين وتتضامنوا فر كراجل واحد كمرأة واحدة وتوقفوا وتعارضوا هذا. راكم إلى ما عرضتوا راكم تصبحوا شي من العبيد، ما تلا حد ما تتكلم، عندكم ثلاثة رواقيج والله أربعة رايهم في الخارج هما اللي يتكلموا، وداولهم مشاكل هنا تياها وينقفلوا فيسبوك بوكاتهم ويكركروا وينشكى منهم ويدخلوا الوالدين ويدخلوا الأقرباء ويدخلوا أنا منهم. متباركين معايا هنا تاع كامباني يقول لي كبر مولانا كل حد يتدخل اسكت فماك ماني ساكت، ما هي اللي نسكت عن الشعب الموريتاني، ما ندار منها جزاء ولا شكرا، وراني مولي ما ندار نشتغل ولا ندار شيء. السلاكه، لا السلاكه منكم، السلاكه منكم، منين نموت ما قد موريتاني يجي يوقف ويطالب حقه فيا، ذيك هي السلاكه، هذه هي السلاكه اللي منكم انا، اللي ندور انا من الشعب الموريتاني مولي نقول انت بعد لا سكت فمك ولا تكلمت عنها، راني متكلم ومطالب الحقوق الموريتانية طالهم كاملين، ومطالب عن ولاد موريتان كاملين كاملين من تل قبل ساحل شرقي يسواو، يسواو في الخيرات ويسواو في الشقلة ويسواو في الدراسة ويسواو في الدواء وفي الطب وفي كل شيء، عودوا مساويين.
وان شاء الله ماني لي نحسن ماني لاهي نعلم بحق مسلم ولا انا مقلوع منه ما راح صارت فيه، ما ندر منه جزاء ولا شكرا، ما ندر منه شيء سوى شنو، سلكوني عن لا يتلفن علي حتى توف، ذا هو اللي ندور انا، لا يتلفن علي حتى شكرا ليك انا ما ندورها. ورافض 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 وشهدوا كاملين على اني يرفضوني 4 شهور لقبر هذا المشروع القانون، انا رافضه 100%، لين يرفضوني 4 شهور لقبر، حد ما يختار يعيط، حد ما يختار ينقال له عنه بصاصير والله بصقعته والله بلا شارب والله بلا لحيه والله بسنيه والله بسوس والله اعور والله ازرق والله كذا، يمشي يقعد في داره. ما هو يجيك حد يقول لك انت محسن لحيتك والله انت بصقعتك، انا بصقعتي. الى ان قالت لي اطراح من الحال، الى ان قالت الرئيس الجمهوريه انت يقول لي بصقعتك، لا عادي بصقعته، هذا ما هو كذب، هذا ما هو كذب، هذا ما هذا ما هذا ما يقبل به القانون، ما هو خالي. وتوف حماده والعبيد الله من ضامن معاه 100%، 100%، وذا الجاز ذا اللي قال هو نفس الشيء اللي نقوله انا، نفس الشيء نفس الشيء اللي نقوله بلي قانون ما هو خالق يا مسالم مولانا، فهموا عن ذا ما هو قانون ما بعد خلق، ذا القانون ما بعد خلق. قلت انا عيط لي رجاج هون وحينشوف هو منهم، لا ورا يا وتو انا انا عندي مشكله هنا تاعت ما شاء الله ما نعد اللايف ما رصفوا لي واحدين هم تم ولا عنهم يتلفن هم هم تلفن اللي خسروا لي اللايف. المهم دارك لين توادع انا انتم المدانة وعودوا عارفين عن موريتان، موريتانكم انتم ما هو القزواني ولا هو المحيرذي ولا هو البلقرون انا ولا هي العمار ولا هي الزيد، موريتانكم انتم الموريتانيين. وإذا قبلتوا هذا القانون كيف تلقيت لكم ولين تم الآن نعلها عليكم، رانكم بعتوا روسكم عبدتوا روسكم إلى الأبد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.